يا ترى احنا مستعدين في المنصورة كوليدج لبداية العام الدراسي الجديد؟ مستعدين، المنصورة كوليدج دايما بإذن الله مستعدين. مستعدين، وأول وأهم أولوياتنا صحة وسلامة أولادنا. واحنا جهزنا بخطتين، الخطة الأولى هي خطة التشغيل الجزئي، ودي إن شاء الله الخطة اللي هنشتغل بيها المرحلة الحالية. مستعدين لفريق عمل مميز ومدرب على أحدث الأساليب التكنولوجية والتربوية. مستعدين. مستعدين نحافظ على التباعد الاجتماعي، وهيساعدنا في ده المساحات الكبيرة اللي عندنا في المدرسة. مستعدين لطابور الصباح بشكل متباعد يضمن صحة وسلامة أطفالنا. مستعدين لتوفير بيئة آمنة صحياً وتعليمياً وتفعيل التباعد الاجتماعي بكثافة من 15 إلى 20 طالب في كل فصل. مستعدين لتفعيل الأنشطة التعليمية في الهواء الطلق عشان نبسط ولادنا وكمان نحافظ عليهم. مستعدين لفريق إشراف بيتحرك على مدار اليوم الدراسي لمتابعة أولادنا. مستعدين بهيئة تدريس مدربة على أعلى مستوى لممارسة أحدث استراتيجيات التدريس ونظم التعليم والتعلم. مستعدين نعلم ولادنا من البداية إزاي يحافظوا على نفسهم. مستعدين وبالفعل أغلقنا الكانتين لفترة مؤقتة لضمان صحة وسلامة أولادنا. وتكونوا مستعدين بتجهيز وجبة صحية للأطفال. أولادي حبايبي وحشتوني، إن شاء الله مستعدين لنقل الولاد ولسلامتهم وأمانهم إحنا قللنا كثافة الباص 50%. مستعدين كطاقم طبي لملاحظة أبنائنا الطلبة على مدار اليوم الدراسي. مستعدين الفترة اللي جاية إن شاء الله بكافة وسائل التعقيم والمتابعة اليومية. مستعدين لتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة داخل مجمع المنصورة كوليدج التعليمي بكل دقة وحزم. مستعدين للرد على كل استفساراتكم ومتابعة وحل كل مشاكلكم. مستعدين بخطة تانية، وهي خطة التعليم عن بعد أونلاين، وإن شاء الله دي هنستخدمها لا قدر الله في حالة وجود أي متغيرات أو مستجدات على الساحة. مستعدين بمعامل واستديوهات لبث التعليم عن بعد باستخدام تطبيقات مايكروسوفت أوفيس والمنصة التعليمية بالمدرسة. وحضراتكم كمان تكونوا مستعدين معنا لتشجيع ولادنا على الدخول على المنصة التعليمية للمدرسة بالإضافة إلى تفعيل التعليم أونلاين. بعد ما شفنا كل الاستعدادات دي مستعدين، وإن شاء الله منتظرينكم، كلنا أمل وإيمان بالله إن الفترة دي تعدي بسلام.